إذن السلام عليكم لكل متابعين قناة أخبار الفجر المغربية. إحنا اليوم كنتواجدوا بمدينة القنيطرة، بالضبط سنترال المارشي اللي معروف بسنترال هنا بمدينة القنيطرة. اليوم جينا إذا بينا كنتفاجئوا بواحد المعلم من المعالم ديال هذا المكان هذا اللي كانت فيه لا لا بيرميسيون ديالي سيدي. بغينا نسولوك، هاد البلاصه كانت فيها واحد السقايا، كانت فيها واحد السقايا هاد البلاصه هادي، كي دارت طلعت تحيدت السقايا من هنايا وطلعت محل تجاري. ما فهمتش بعض الناس كيحاولوا يديروا لنا العرقاله، ما عرفتش علاش في هاد المكان هذا كانت كتوجد واحد السقايا اللي كانوا كيستعملوها جميع الناس اللي في هاد المارشي سنترال. قبل رمضان كانت كتواجد هاد السقايا، إذا بي فجأة من بعد مثلا رمضان كنجيو لهنا كنلقاو بلاصة سقايا طلع محل لبيع الخضر. كيف يعقل؟ شكون اللي عطى لهاد الناس الرخصة باش تحيد السقايا اللي كانت معلمة من المعالم ديال هاد المارشي هذا اللي كانوا كيستافدوا منه جميع الناس في هاد المكان هذا؟ ميساج موجه للسيد رئيس المجلس البلدي، كيفاش هاد الناس ما بين ليلة ونهار حيدوا السقايا وطلعوا هاد المحل لبيع الخضر؟ كنتمنوا الاجابه من السيد رئيس المجلس البلدي. عافاك دور لي دور لي هنا دور لي هنا دور لي هنا دور لي شد لي غير هذا شد لي غير هذا المكان. بغيت نسولك تقدر تجاوبني، شكون كنظن نتوما ولاد قريطره ياك؟ بوغ كلكم كتجيو للمارشي ديال كانت هنا سقايا، كان الجنون ما كانت سقايا هنا، صافي ما قدرتيش تهضر. المهم بغيت نقول لكم انها كانت سقايا هنايا وكانوا الناس كاملين كيستافدوا منها، ما بين عشيه وضحاها ولا طلع حانوت ديال بيع الخضر. كيف داروا ليها؟ الله اعلم. سؤال موجه لك السيد رئيس المجلس البلدي، شكون عطى الرخصه لهاد الناس باش يحيدوا السقايا ويطلعوا هذا المحل ديال بيع الخضر؟